أعلنت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم أن شابا فلسطينيا قتل أو استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية. وتأتي العملية الإسرائيلية بعد يوم من الإفراج عن 26 أسيرا من بين الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو في إطار المفاوضات بين الجانبين. قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال مواجهات وقعت بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال فجر اليوم، وذلك أثناء حملة دهم أدت إلى اعتقال عدد من الفلسطينيين في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية. وقال شهود عيان أن الشاب أحمد طزازعة البالغ من العمر 21 عاما أصيب برصاص حي في الصدر أثناء عمله في سوق للخضار وفارق الحياة قبل أن يصل المستشفى. حادث اليوم يأتي بعد أسبوع من مقتل شاب آخر على أيدي جيش الاحتلال قرب رام الله خلال اشتباك مسلح بدعوى أنه مطلوب لمسؤوليته عن عملية وقعت في إسرائيل قبل عامين وأصيب فيها عدد من الإسرائيليين. من جهتها ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن القوات الصهيونية اعتقلت خلال المداهمات 16 فلسطينيا بينهم 3 من قادة حركة حماس بالضفة الغربية. وتأتي العملية الإسرائيلية بعد يوم من الإفراج عن 26 أسيرا من بين الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو في إطار المفاوضات بين الجانبين. على الجانب الآخر، دانت السلطة الفلسطينية عملية اغتيال الشاب طزازعة مشيرة إلى أن مسلسل الاغتيالات يتزامن مع تصاعد وتيرة الاستيطان الذي يعتبر باطلا وغير شرعي وفق القانون الدولي. إلى ذلك قالت الخارجية الفلسطينية إنها تدرس التوجه الفوري للمحاكم والمنظمات الدولية المختصة لرفع الشكاوى القانونية اللازمة من أجل وقف الاستيطان وإدانته وفقا للقانون الدولي. واعتبرت أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربط الاستيطان بالإفراج عن الأسرى محاولات كاذبة ولا تغدو كونها سياسة صهيونية منذ العام 67، لافتة إلى أن الاستيطان لم يتوقف سواء مع الإفراج عن الأسرى أو بدونه.